في أسئلة صعبة، في أسئلة هينة، في أسئلة محرجة، في أسئلة كثير صعبة. طب يلا بلش لأنه وطرت. نيكول صابة طلع بكاميرتك، السؤال الأول. يلا. بأي حالة ممكن ترجعي تتجوزي؟ إذا متت، أو إذا طلقنا حبياً، أو إذا طلقنا بسبب إني خنتك. لأول مرة الهوت فايف مش أنا بطرح عليك الأسئلة، ولا أنا بعرف الأسئلة مباشرة على الهواء. يوسف الخال موجود بيريجي الام دي في. تحية لك يوسف الخال. خمس أسئلة عملتوها فيها، يعني خمس أسئلة قرر يوسف الخال يطرحهم عليك. رح خليه عيده بس عملتوها فيها بقلب منا وجر الليلة. يوسف الخال مساء الخير. مساء النور. وجلك تحية كثير كبيرة. اتصلت قبل شوي بالتليفون. انت اتصلت قبل شوي على التليفون. شبك؟ This is him. قلت أنا قلت صوته. يوسف يلا خلص وقت المزح، خلينا نركز. الهوت فايف إلك. ليش أنا متحمس على أساس السؤال كتير إنه روعة؟ نرجع نسمع سوا. يوسف الخال The Hot Five بصوتك السؤال الأول. أوكي. بأي حالة ممكن ترجع تتجوزي؟ إذا أنا متت، أو إذا طلقنا حبيا، أو إذا طلقنا بسبب إني خنتك مثلا. هلا بتخيل مبدأ الجواز عندي تاني مرة مش موجود، هيدا بالمطلق. بس إذا بدي أتفلسف وحلل أكتر وغمق وعمق بالجواب، بقول إذا لا سمح الله بعيد الشر عن قلبك متت ممكن فكر أتجوز، لأنه بحس إنه ضلي راح بعد، صار ما بقى موجود حتى على الأرض، فممكن يكون بدي سند. أوف. لا سمح الله على قلبك يعني ما ممكن أتجوز أرجع من بعدك إذا اضطريت. السؤال الثاني بصوت يوسف الخال موجود معنا الليلة. طيب إذا اعترفت لك إنه خنتك هلأ على الهوى. ليه كتير عم تحكي عن الخيانة اليوم؟ ما فهمت. اعتبري هلأ أنا اعترفت لك إنه بدي نوع ملتزم من باللعبة بس كتير على فكرة. إنه خنتك على الهوى هيك بدي اعترف قدام الكل، بركي بياخد شوية تعاطف. تبسطن لك بتبسطن لأنه ناطرين إنك تقول شيء أو يصير شيء. طيب إذا اعترفت لك إنه خنتك على الهوى بتسمحيني؟ إذا إيه ليش؟ وإذا لأ ليش؟ لا ما بسامحك. بس مش نهاية الدنيا. ما بينفع انه عم بستفيد من عطف الهوى انه عم بقول شيء كتير ما بينقال. خليني بس جاوب بليز لما اقطش حبل افكاري. ما بسامحك لانه بس مش نهاية الدنيا، وما بقطعها هيك اكيد على الهوى لبين انه انا ياي لافي ان روز. واكيد ايه بيبقى بده تفسير وبده نقاش وما بنعرف شو بتكون نتيجته وعواقبه. بس ما بتخيل، انت بتعرفني ما بتخيل انه انا بسامح. مشان هيك رح اقول لك انه ما خنتك. بس بسمع مشان هيك ما قلت لي. مشان هيك رح اقول لك انه ما خنتك بعد. ان شاء الله ما بتخوني حبيبي طول ما انا منيحه. سؤال ثالث. لحظه خير مش بس عليك، علينا كلنا لانه وقفت لنا قلبنا يوسف الخال. فيري هوت. السؤال الثالث. هلا اخر شيء سلام بيقول لي مين رح ينام على الكنبايه الليله. يوسف الخال السؤال الثاني شو؟ زواجنا برأيك وين ضرك ووين فادك؟ فنياً، اجتماعياً، مهنياً، بشكل عام. زواجنا فادنا كتير أكيد، لأنه خلاني أهم شيء حقق تجربة الأمومة وعيشة، هيدي أهم إفادة بالحياة. إيه يعني لو ما جربتها أكيد رح كون كنت كتير ندمانة وحسة إنه قدي عملت بحياتي بعد كان في شيء ناقصني. الحمد لله حققته. شو ضرني؟ ما ضرني لأنه إذا بعرف شو قصدك، إذا أكوتي كاريير ومهنة، ما ضرني لأنه ود مع أو بلا الزواج اختياراتي هي هي، فبالتالي الزواج مش مقيدني من أي شيء، عم بختار كأني free like a bird. هاي يوسف الكنبية تحلق في الأفق. يلا السؤال الرابع. كمل هيك. يلا السؤال الرابع شوي طويل السؤال بس اجتماعي مهم. تفضل. لأي سبب من الأسباب إذا قلت لك بطلت حبك مثلا وأخذت البنت بالقوة منك من دون اهتمامي لا بالقانون ولا بالأصول ولا بحقوق الأمومة، شو بتعملي؟ بتاخدي حقك بإيدك ولا بتاخديه بالقانون؟
أوف. إذا أنت ملت أنت ما اهتميت للقانون وقررت تاخدها هيك بالتتييس إذا تجاوزت كل هالأمور وأخدتها خطفتها يعني هيك وما بهمني معي حق أو معي حق تستاهل يعني كأنه خطف بتصرف مثلك بذاته يعني بردلك إياها بنفس الطريقة اللي أنت عم تتعامل فيها تاخدي حقك بإيدك يس والقانون ما انت ما بلشت بالقانون ليه بدك تطلب مني انا اتعامل بالقانون انت بلشت بالهيدا وانا ببلش بالهيدا اوكي يا رب شو هالاسئله اذا انت مش محضرهم وهيك انا مش قبل السؤال الخامس بدي اقول لك جود لك لليله يلا سؤال خامس السؤال الخامس عاده بيكون الاكثر احراجا بمنوشر وبالهوت فايف بطلب منك تعطيني اكثر سؤال أوكي. محرج لنيكول سابا الليله طيب اذا عملنا مسلسل سوا وقلت لك بدي اسمي قبل اسمك وقلت لك انه هيك المنتج والمحطه بدهم لانه بيشوفوني اني اهم منك أوف. لتسويق العمل شو بتكون رده فعلك تقبلي او بهمك تعرفي انا شو بجاوبهم مثلا بهيك حالي هلا بدك جاوبك على انا شو رايي ولا على شو انت انه على اول شيء ولا الثاني اللي انت بدي اعرف أول انت شو رح تجاوب اول شيء شو بدك بجوابي انت شو بتعمل اول شيء بس باختصار نحن اكيد بنحكي على طول بهذا الموضوع بدليل سالتونا عنه اول شيء بس باختصار وما بدي انا شايل اسمك انا نيكول سابا الخال الله مش فارقه اول شيء مين اسمه قبل مين وانت بالذات جوزي وخيي وحبيبي وكل شيء بحياتي مش الاسم اللي بيوقف بيننا بعدين لحظه وبعدين انت بتعرف انه احنا كثير بنحكي حياتنا مبنيه على المشاركه حتى بالمهنه انت بتعرف قد ايه بنحكي عن هذا الموضوع وعم بنحلل واحنا واقعيين انه اليوم هيدا السوق سوق مين اقوى سوق يوسف او نيكول او اكس فشو بيتطلب هون نيكول بدها تتنازل او يوسف هيدا السوق بده نيكول هون تتنازل او يوسف كثير منطقيين نحن مش هالقد بمعركه مع بعض بس جوابك بعرف انت بس جوابكم في شوي هيدا الشيء لا لا ساعتها يمكن شو بقولوا لما نخسر هالحياة الحلوة بيتنا ما بنعملها ما في شوية قد بدها توصلنا بس في شوية ايجو بس في تنازلات في ايجو بس نحن واعيين انه اذا هذا الشيء بده يخسرنا البيس اللي نحن عايشين فيه بلاو 60 سنة مش مسلسل اللي واقفة عليه حياتي انا وياك واو برافو يعني نحن عايشين احلى مسلسل بحياتنا انا وياه ومع بنوتتنا لاول مره الهوت فايت معنا بعمله هوت فايت يوسف مش رح سامحك بعد شغلي كثير قوية خلص لحظة ما بدي ويصير سؤال سادس بعد سؤال ما بدي سؤال سادس اخير لا سؤال ما بقى بس ما تفز الدمعة من عينك يا بيير بليز بس اسال سؤال سامعونا بتتجوزيني مرة ثانية؟ يس اي دو لوجودك معنا الليلة شكراً كثير لأنه بتاريخ البرنامج The Hot Five لأول مرة ما أنا بطرح الأسئلة بس أنت مش معقولة شكراً على الأسئلة يلي كانوا كثير وي هوت نيكول سابا